السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آداب الأكل في الإسلام. للأكل آداب كثيرة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي للأقسام: آداب ما قبل الأكل، آداب أثناء الأكل، آداب ما بعد الأكل، ثم آداب عامة في الأكل. أولا، قبل كل شيء، ما هي آداب ما قبل الأكل؟ أولها غسل اليدين قبل الأكل، ثم التسمية قبل الأكل ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم المبادرة إلى الأكل إذا قدم إليه الطعام. ثم إن هذا آداب الأكل أثناء الطعام: أولها الأكل باليمين، ثم الأكل مما يليه، ثم الأكل بثلاثة أصابع. ثم ما هي آداب الأكل بعد الطعام؟ أولها غسل اليدين والململة بعد الطعام، ثم الحمدلة والدعاء بعد تمام الأكل. آداب عامة في الأكل: أولها عدم ذم الطعام أبدا، ثم الاعتدال في الطعام وعدم ملء البطن، وعدم تليئ نعمة الطعام بتليئ الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله، صدق الله المولانا العلي العظيم. وهناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلئق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. شكرا لكم.